في صحف اليوم أبرزت تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي حول أهمية تطبيق منظومة التعليم الجديدة ووضع ضوابط جديدة داخل المدارس، بالإضافة إلى توزيع التابلت على 50,000 طالب والذي سيكون بديلا للكتب المدرسية. تحدث شوقي أيضا على أن تجربة المدارس الدولية الحكومية ستكون ناجحة ورائدة وستنافس المدارس الدولية الخاصة، كما نفى مزاعم خصخصة قطاع التعليم في مصر. مشاهدينا، حول هذا الموضوع نتناقش مع الخبير التربوي الأستاذ علي اللبان حول المنظومة التعليمية الجديدة في مصر. أستاذ علي، مرحبا بك. أهلا بك أستاذ طارق. مرحبا. أهلا بك أستاذ علي. صحف اليوم أبرزت تصريحات وزير التربية والتعليم وقوله بأن التعليم في مصر مميز ولن يتم خصخصته، كيف قرأت تلك التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخي يعني أريد في بداية أن أعبر عن حالة القهر التي يعيشها المواطن المصري في تعامل هذا الوزير مع النظام التعليمي الموجود في مصر. يعني لما يبقى في عندنا نظام تعليمي جديد لم يؤخذ فيه رأي المتخصصين من أساتذة الجامعات والتربويين، ولم يؤخذ فيه أو يطرح الموضوع للحوار المجتمعي ليؤخذ فيه رأي أولياء الأمور بشكل صحيح وتعامل على أن هذه القضية قضية الأمة المصرية وقضية الشعب المصري ويجب أن يتعامل فيها أو يخرج القرار فيها من الشعب المصري والمتخصصين في المجال التربوي من أساتذة الجامعات والمتخصصين والمعلمين داخل المدارس. لما يطلع القرار بهذه الصورة وبعدين في الآخر يفشل ويعني يتحمل سوء الإدارة في هذا الموضوع الطالب وولي الأمر، يبقى نحن في حالة من القهر تمارس على الشعب المصري. نرمأ بالحكومة المصرية أو بالكيان الموجود أو النظام الموجود أن يتعامل مع الشعب المصري بهذه الطريقة. نعم. خاصة أن الناس الآن دخلت في قصة القرض التعليمي حتى توفر الفلوس أو توفر المبالغ التي تصرف بها على أولادها في تلقي التعليم الذي هو في الأصل مجاني وفق الدستور المصري. يعني هذه حالة من حالات السفه وحالة من حالات يعني اللعب بأعصاب الشعب المصري واللعب بمستقبل الشعب المصري من خلال هذه الحكومة وهذا النظام الذي يتلاعب بمصير الأمة ومصير أولادها. نعم أستاذ علي، الوزير يقول من خلال هذه الصحف أن التعليم مميز وهو جيد في مصر وبدرجة كفاءة عالية وبالتالي لن يتم خصخصته. هل تتفق مع هذه التصريحات أو هل تعتقد أنها صحيحة؟ واضح ان طارق شاوي الان يعني يتلقى تعليمات ويتلقى يعني اسلوب تعامله مع الشعب المصري في قضيه الاعلام التعليمي لوزاره التربيه والتعليم مع الشعب المصري من احمد موسى وعمرو اديب وغيره من هؤلاء الاعلاميين الفاشله الذين يصدرون الفشل للشعب المصري ويصدرون الوهم ولعب بالفنكوش على الشعب المصري. نفس الاسلوب الذي مارسه النظام في قصه المليون فدان ومشروع المليون وحده سكنيه ومشروع العاصمه الاداريه الجديده ومشروع قناه السويس ومشروع مدينه الاساس في دمياط، اساليب لتصدير الوهم للشعب المصري بهذه الصوره. نحن يا اخي نحن تعاملنا مع هذا النظام الفاشل الذي يريد ان يصدره للتعليم المصري. طيب نعم، حتى نتحدث استاذ علي، بس يعني حتى نتحدث في اطار الصحافه المصريه. الوزير تحدث عن مشكلات، الصحف عرضت تصريحات الوزير والتي لخص فيها أن المشكلة والأزمة الأساسية يعني في مشكلات المدارس سيتم حلها بإتاحة الموبايل للطلاب وكذلك التدخين. هل تعتقد أن هذه هي المشكلات الحقيقية للتعليم في مصر كما عرضها الوزير؟ يعني حتى في عرض المشكلة أستاذنا، حتى في عرض المشكلة لما يأتي هو نفسه طارق شوقي لما تعامل مع قضية التابلت قال أن المطلوب لبدء العام الدراسي في هذا الشهر مع طلابنا الموجودين في الصف الاول الثانوي وطلاب الصف الاول والثاني الابتدائي ورياض الاطفال نحن نحتاج الى مليون تابلت. لما بدا العمل يعني فعلي في تجهيز التابلت لم يتم تجهيز الا 50,000. لو تجاوزنا المليون الى 750,000 كما يقولون ان الاحتياج الفعلي 750 للمدرسين وللطلاب،
إذا نحن نحتاج 700,000 تابلت يجب أن يكونوا في يد الوزارة حتى توزعها هذا الأسبوع على الطلاب. ثم تراجع الوزير عن تلك التصريحات. تتعامل مع ناس تكذب على الشعب المصري وتتجمل أو لا تتجمل، يعني هي تتعامل مع الشعب بنوع من الاستخفاف. نعم، هو بالفعل صرح بتلك التصريحات أستاذ علي، ثم تراجع عنه، حتى عندما سأله أحد الصحفيين عن هذا الأمر قال لا أريد أن أتحدث في تلك القضية. طيب، طارق شوقي يحذر الأسر من الكتب الخارجية ويؤكد الطالب لن يكون في حاجة إليها، هل تتفق معه؟ هو قال قبل ذلك أن الطالب لن يحتاج إلى الكتب المدرسية، لن يحتاج إلى الكتب، ولكن لأن التابلت هيكون معاه وكل المعلومات موجودة على البرنامج اللي حطه اللي هو النظام اللي هو يعني بنك المعلومات الموجود داخل الوزارة وموجود على التابلت، فاتعامل مع التابلت فقط. ثم الآن يقول أن المشكلة ليست في الكتاب المدرسي ولكن في الكتب الخارجية، فنحن نتجاوز ونعطي للطالب الكتب المدرسية، ثم بعد ذلك يقول يعني تأتي الحجة بأن الكتب الخارجية هي اللي فيها المشكلة، فبلاش نتعامل مع الكتب الخارجية ونتعامل مع كتب المدارس الحقيقية. طب يعني نحن نريد أن نتعامل مع واحد لديه رؤية في التعامل مع التعليم المصري بشكل صحيح ومحترم، يحترم فيه عقلية الشعب المصري ويحترم فيه أبناء الشعب المصري من الطلاب الموجودين في المدارس. نحن نتعامل بكتب مدرسية ولا نتعامل بكتب خارجية ولا نتعامل بتابلت؟ نرجو من هذا الوزير الذي يتفلسف على الشعب المصري أن يخرج ويعطي لنا بيان بتصوره الحقيقي الذي يريد أن يتعامل به مع الشعب المصري، فضلا عن أنه يجب أن يكون الشعب المصري قد تم أخذ رأيه وتواصلت هذه الوزارة مع الشعب المصري لأخذ الأراء وأتخرجوا بمنظومة استطاعوا أن يتبنوها مع أولادهم. طيب، تحدث الوزير أيضا على أن تجربة المدارس الدولية الحكومية ستكون ناجحة ورائدة وستنافس المدارس الدولية الخاصة، برأيك هل التعليم في مصر يحتاج سؤالي ثم تفضل بالإجابة، هل التعليم في مصر يحتاج إلى نظام دولي للارتقاء به مثل ما قال الوزير؟ تفضل. يا ريت ورجعنا بس للتعليم أيام ما كنا في الخمسينات أو أيام الخمسينات والأربعينات، أيام ما كنا بنصدر المعلمين إلى كل دول العالم. نحن الآن قضيتنا ليس قضية تابلت، نحن ليست لدينا وزارة التربية والتعليم تحترم الشعب المصري وتتخصص في التربية والتعليم، نحن لدينا وزير كلما سمع بفكرة من الخارج يحاول أن يطبقها هنا إرضاء للنظام الموجود وتضييعا للوقت وتضييعا لمستقبل أولادنا. القضية ليست قضية تابلت ولا قضية نظام تعليمي، القضية قضية إدارة تريد أن فعلا تخرج جيل يعني تعلم وتربى بشكل صحيح في المدارس المصرية. هذه هي المشكلة، ليس عندنا وزارة تفكر للطالب، وليس عندنا وزارة تفكر لتعليم الطلاب لكي يخرج جيل يدير الدولة بشكل صحيح. طيب، شكرا جزيلا لك الخبير التربوي الأستاذ علي اللبان، كنت معنا عبر الهاتف. وانتقلوا مع السادة المشاهدين إلى فقرة الآراء والمقالات.